السلام الله عليكم إخواني أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم العقارية مفتاح العقار. وبفضل من الله عز وجل كنقدم لكم شقة مساحة ديالها 96 متر مربع، كتواجد بتجزئة فجر النصر جوج مدينة أحد سوالم. الثمن ديال هاد الشقة كيبقى في حدود 56 مليون، وطبعا ثمن قابل للنقاش. بالنسبة لهذه الشقة جات بالطابق الأرضي ما شاء الله، كما كتشاهدوا معايا الدروج كيفاش دايرين اللهم بارك. بالنسبة للأبواب هي كلها على الشكل التالي، أبواب تركية نوع جيد. عندنا لابياج وعندنا فيها سيباراسيون بالعود ما شاء الله، اللي عاطي واحد الجمالية اللهم بارك. بخصوص شروط الدعم متوفرة عندنا في هاد الشقة، بالنسبة الفينيسيون راها كدوي على راسها، فينيسيون رائع. كنعتذر لحقاش في اللحظة اللي أنا كنصور لكم جات واحد المكالمة على شقة واحد الارتباك كما يقال. عندنا ثلاثة الغرف، الغرفة الأولى هي هذه غرفة ديال النوم، فيها ما شاء الله مساحة كبيرة، عندنا فيها بلاكار وعندنا فيها حمام مساحة كبيرة. كنقول كبيرة يعني كبيرة، يعني فيها البلاصة ديال التواليت كما كتشاهدوا، عندنا بلاصة ديال الدوش، وعندنا هاد البلاصة هذا اللي بغى يديرها مثلا يستغلها باش يحط فيها بعض الأغراض. بالنسبة الثمن كيف ما قلت 56 مليون، وطبعا هذا الثمن فيه قابلية ديال التفاوض. بالنسبة للمطبخ، مطبخ رائع ما شاء الله كما كتشاهدوا، عندنا الباب كيطلع على لاكور، لاكور به مساحة كبيرة ما شاء الله، عندنا في بلاصة ديال الشوفو وبلاصة وفي الروبيني وفي البريز ما شاء الله. الغرفة الأولى هي هذه، بالنسبة بيت البروك هو هذا مع جا أنفاصل المطبخ، الباب ديالو جا فيه المطبخ ما شاء الله. وعندنا الغرفة الثالثة، غرفة بمساحة كبيرة وبفينيسيون رائع ما شاء الله. إخواني أخواتي، إلى هنا نأتي على نهاية هذا الفيديو. إن شاء الله اللي بغى يتواصل معنا يتصل بلنا على الأرقام 06-00-31-72-17. إلى اللقاء إخواني أخواتي، نتلقاو في عقار جديد وعرض جديد بإذن الله.